الأرض، ذلك الكوكب الأزرق الفريد الذي يحضن الحياة التي نعرفها. يسبح مسرعا في الفضاء الفسيح في حركة سنوية دائمة حول الشمس. تعاقب الفصول ظاهرة سنوية تتكرر على الأرض نتيجة لدورانها حول الشمس. لكن الأرض في دورانها حول الشمس تدور أيضا في الوقت عينه حول نفسها مرة واحدة في اليوم، وينتج عن دورانها هذا تعاقب الليل والنهار. جبال الأرض، محيطاتها وأحياؤها تتحرك مع حركة الأرض بسرعة هائلة. الجبال المنتصبة فوق القشرة تبدو للمشاهد على سطح الأرض ثابتة، إلا أنها في حقيقتها تتحرك بسرعة كبيرة مع حركة الأرض التي تحملها، ولكنها تبدو ثابتة لنا لأننا نتحرك أيضا معها بسرعة مساوية لسرعة الجبال، فنحسبها جامدة وهي في الحقيقة تمر مسرعة كمر السحاب. حركة الأرض لم تكن دائما من المسلمات العلمية كما نراها اليوم، فقد كان الفلكيون يعتقدون أن الأرض ثابتة في مركز الكون، وأن الأجسام السماوية جميعها تدور حول الأرض. وانتظر العالم حتى القرن السابع عشر ميلادي، حيث جاء كيبلر وأثبت الحقيقة العلمية أن كل ما في الكون من نجوم وكواكب تابعة لها تدور في مسارات خاصة. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء. إشارة قرآنية واضحة لحركة الأرض التي لم تصبح حقيقة علمية إلا بعد 11 قرنا تلت.